السلام عليكم أعزائي الفلاحين، بونجور تو الموند. اليوم غادي نحضروا كيكه ديك دونغ اللي دي هي اسفنجيه ودي خفيفه ودي مشربه بنكهه القهوه. هي تصلح للاعياد كما هذه المره انا حضرتها لعيد ميلاد هاجر. Aujourd'hui, on va préparer le gâteau Ding Dong. C'est un gâteau moelleux et léger avec le goût du chocolat et du café. Pour les ingrédients, vous allez les retrouver dans la boîte description. Les ingrédients sont dans le صندوق الوصف. إن شاء الله تعجبكم الوصفة تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين. في أول الأمر حطوا زوج حبات بيض، قبسة ملح، 300 غرام سكر، 110 غرام زيت، نضربوهم مليح حتى يولي الخليط ابيض. 2 زو اون باسي دو سيل، 300 غرام دو سكر، 110 غرام ويل. جو في باتر تو سا جوسكا كو جو في اوبتينير ان ميلانج بلون. الان نضيف 250 ملل من الحليب اللي اضفت له نصف ليمونه باش يولي لي البن، اللي عندها البن تستعمل البن. Je vais maintenant ajouter 250 ml de caillé. Si vous n'avez pas de lait caillé, vous ajoutez une cuillère à vinaigre ou une demi citron de jus sur le lait et vous allez avoir du lait caillé. Je vais l'ajouter. Voilà. Maintenant, je vais ajouter la farine et le cacao. والان غادي نضيف الدقيق والكاكاو. هنا عندي 250 غرام من الدقيق، 250 غرام فارين كو جوي تانيزي. ملعقة صغيرة من البيكربونات، بتيت كويير دو بيكربونات، كيس من خميرة الحلويات، un sachet de levure chimique, on va mettre 50 g de cacao, je vais ajouter 50 g de cacao. On va mettre un derrière les pralines. On a peut-être cette pareille avec le cacao, mais pas le riche, mais on va mettre. Le reste de la farine, je vais mélanger. On va bien faire. بعد ما خلطت كل شيء الان نضيف كوب من القهوه، ان دومي فير دو كافي، كافي سوليد من النسكافي ضيفوها. غادي زدت مكانكم الكيكه تاعكم. Le sèche est sorti au fond à la 180 d'Araja. Préchauffez votre four à 180. Vous pouvez réaliser ce gâteau rond, mais en deux fois. Moi, je vais faire rectangulaire, un grand moule, puis je vais le couper. La route du roi a la chèque d'Aïri, ou d'Akin, يعني طيبوها على مرتين، يعني هذا الخليط تقسموا على جوج كميات، واذا ما عندكمش ديروا قالب كبير مستطيل، ديروا كيكه واحده ثم تقسموها على اثنين وتوجدوا الكريمه كريمه الحش وتلصقوهم وخلاص. ها هو الخليط تاعي واجد. الان نجيب القالب تاعي، يعني السنيك، الان ندخله الى الفرن. مثلا جبنا الفرن نوجدوا الحشو تاعنا كريمه. هنا عندي 312 ملل من الحليب، 312 ملل دو لي، 45 الى 50 غرام من الدقيق، 45 غرام جوسكا 50 غرام دو فارين. غادي نخلطهم ونطيبها على النار، على نار هادئه حتى تتماسك الكريمه. جبنا كبير سيت كريم جوسكا ليبيسيسمون.
نديرها نحطها على النار جافي ما تخساش وبالكوزي. طب طابت لي الكريمه تاعي نطيبوها مليح نغطوها بالبيل المونتير ونخلوها تبرد. جافي ندير فيه ما كريم جو لا ليس غوفواتي كومبليتمون لا كوف افيك ان فيلم المونتير. والان نحضر البقيه تاع الكريمه. هنا عندي الزبده طريه 200 غرام 200 غرام سكر 200 غرام بور مو 200 غرام سكر اون باسيت سيل جو بي باتر سا افيك لو باتور الكتريك. غادي نضربهم بالضرب الكهربائي او تقدروا ديروها باليد. هنا اضفت لافاني جو بيان داجوتي لافاني جو بي باتر. والان نضيف الكريمه اللي طيبناها ملعقة ونضربها بالضرب الكهربائي يعني نضرب شوية بشوية. maintenant je vais ajouter la crème que je viens de la cuire et je vais battre avec le batteur électrique jusqu'à ce que je termine toute la crème. هاي الكريمة تاعي هاي وجدت نحطها في الثلاجة باش نروح نقطع الكيكة. voilà ma crème est prête, je vais la mettre dans le réfrigérateur en attendant de couper le gâteau. الان نحضر لاغاناش تاعي 180 غرام شوكولا 50 غرام حليب 50 غرام زيت. واذا كان عندكم رقم فاش ديروا 100 غرام حتى 200. Je vais maintenant préparer ma ganache 180 غرام شوكولا 50 غرام لي 50 غرام ويل. Si vous avez de la crème fraîche vous remplacez ce sera 100 غرام. Je vais fondre tout ça. غادي ندورهم الان على النار هذه الكيكه تاعي. الان غادي نقطعها على اثنين باش ندير كريمه في وسطها. فوالا مون كاطو جو في لو كوبي اون دو و جو في ميتخ جو في لو فوري افيك ما كريم. صراحه كنت نصور كي شفت واحد بالكاميرا كانت طافيه طلع كريم كلها غادي تكون طبقه سميكه. والان نزيد نضيف الطبقه الاخرى باش الكريمه تاعها ندخلها في الثلاجه حتى تبرد مليح. عاد ندير فوقها لا غاناش كيما تحصل في الريفريجيراتور جوست كو ديفيان تري فوال و جو في ميتر ما غاناش. سي هو بتوم في ذاك الجيبه وتوم ستاع فرامي ما بيش وهنا ينتهي الفيديو تاعي. ان شاء الله تكون تعجبتكم. جربوها هي جديده بزاف. اي فوالا ما فيديو اي تيرميني. جيسبر كو زافي ايمي لا فيديو. تيستي سيت غوسيت الي تري تري بون. بون ابيتي.